وهذا الأخنس بن شريق يأتي لأبي جهل ويقول له يا أبا الحكم، هذا كذينهم كانوا كفار، بس يقول له بيني وبينك لا يسمعنا أحد، أم محمد صادق أم كاذب؟ عطني إياها الزبدة بيني وبينك، أم محمد صادق أم كاذب؟ قال والله إن محمد لصادق، والله ما كذب محمد قط، هكذا يقول. ولكن إذا ذهبت بنو عبد مناف بالسقاية والحجابة والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ ما يصير كل شيء لهم. يقول تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، لأن قلنا بين مخزوم وعبد مناف، لأن أبو جهل مخزوم. قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا وعقلوا فعقلنا، يعني الرقاب. طيب، حتى إذا تجاتينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، أن يدرك هذا؟ والله لا نصدقه أبدا. ويقول بعض أهل العلم المفسرين فيه نزل قول الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن حتى الكفار يشهدون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب،